السلام عليكم لاتين أمريكا ما أنت هل كانوا حاندين كوكسو قد بنايا حقائق كساب سن لاتين أمريكا أمريكا ذا لاتينيغا مركا كوباد آن أغانو إن فرق أول حي معناها لاتين أمريكا إيو كونفورت أمريكا كونفورت أمريكا وقارت لكن مركي لليه لاتين أمريكا وحلو لجذا منطقة جغرافية ذات دعذنا دمان كونفورت قارد أمريكا قيبة كمي ذا وقويغا إيا برطمها أمريكا إيه واليبا منطقة لغو مقعابو كاريبيانكا وحي كسورغن مكسيكو إلا لغو جيه يصينتا داري قارد كونفورت أمريكا أيا لغو مقعابا لاتين أمريكا كسو دواد موضوع عينامانتا وحا حسيد مضان إن أي جيران دولة لغو مقعابو دولة ده لاتينيغا أو أه دولة ده كوهدلو لوقادا كفر عمي لوقاد دي هوري لاتينيغا سيدا إسبانيشكا بورتوقيسكا فرانسيسكا تاليانيغا كاتالونكا iyo luqadda looga hadlo dalka Romania ee dhaco bariga Yurub 1954 waxa magaalada Madrid ee Spain lagu aasaasay midowga dawladaha Latiniga ee kala dhaco Latin America iyo Latin Europe tusaale Faransiiska waa dawlad Latinia Talyaanigana waa dawlad Latinia Spain Portuguese iyo Romania waxa xusid mudan in dawladda Romania ee dhacdo bariga Yurub منطقه البلقانكا اي تهي دولد كليا هلكاس دعدو اي كو حسابسن شعوب تاما دولده لاتينيكا دينا جغرافيكا دد ايا دود كقبو ان دولك لاتين امريكا لوغو ييرو مغااس ايا غوله وها او بخيي يوروبيانكي هلكاس غاري سي مغا دولكاس لو بدلو ابيد انتاس فافاهينتا مركان كسو غدبنو انو ايمانو موضوع انا مانتا كوسابسن لاتين امريكا لاتين أمريكا وحي دعضا قيب تقال بيدي أدولك باد غاراي كو يلاباتين مليون أو كيلومتر أسكويرا وحانا كونو لداد غاراي كودواد لح بقولو مليون أو قف أريغا لاتين أمريكا وحلو لجيدا ماانتا ودماد أرجنتينا بوليفيا هايتي برازيل هندوراس تشيلي مكسيكا كولومبيا نيكاراغوا كوستاريكا أوروغواي بنما كوبا باراغواي إكوادور بيرو El Salvador, Venezuela, iyo Puerto Rico, iyo waliba Guatemala. Luqadaha ay ku hadlaan dawladaha Latin America waa Spanish iyo Portuguese oo u reebay gumaysiga Spanishka iyo kii Portuguese-ka halkaas qabsaday. Wadamada Latin America waxaa ugu weyn dhinaca badka wadanka Brazil loogana hadlo Portuguese, halka Mexico iyo Argentina yihiin dawladaha ugu waaweyn ee ku hadlo afka Spanishka. Waxaana soo raaca Colombia, كوستاريكا أوروغواي باراغواي وحا مهمة إن أنوغان إن برازيل تهي دلك كلي إكوهدلو أفكا برتقيسكا لبدا أمريكا لاتين أمريكا وحا لوغو بيحي مقعان إن داقان أهان يلوقات أهان أي وذاقان ودمد لاتينيغا إي يوروب دعو سيدان سوشيقني إكلا فرانسيسكا تاليانيغا إسبين برتقيسكا رومانيا يدولة يرير هدان سيكالا أوقيحنا ودامدان آن كهدلينو وحا لاتين أمريكا لوغو بيحيي إن أي كوهدلان لوقدا كسو فرعمي لوقدي هوري لاتينيغا ما داما إسبانيشي برتقيس أي كوهدلان سيدو كلا ما داما شعوبتا منطقة كنول إنتو دبادان أصلهان أي كسو جيدان يوروب قيبتا لاتينيغا لاتين يوروب إسبانيشكا أي برتقيس كماركي غارين عالم كعصيب إلا بدا أمريكا وحي اغو تاقين شعوب اهد قدام بيسو لين عوالبا او انا اللهين اوود مد علمي يا مد كلبا سي اوهور استاقين داد كان عصب اهد الكودة صوغالي ديب او داعا دام بين تا عدو راد ايا كالين وين كاقيستي انتو دبادن ان اي دبارقو آن ما انتا داد فيرس وجيدة داد كا ارجنتينيسكا وحادار كيسا ان ايهين عدان اهد اغوك تاليانيغا اسبانيشكا داد كي هور اي اصل كاها موقالهان وي كدوينيهين wax aanan badnayn ayaa maanta ka soo haray ka hor imaanshiyaha Yurub yaa deganaa dhulkan 1492 ayaa Yurubiyaanku gaareen qaaradaha Amerika ayagoo u jeed dhul ballaarsi ah leh gaar ahaan Spanishka iyo Portuguese-ka qaarada Koonfurta Amerika waxa inta galbeed qaatay Spanishka wadamada maanta Uruguay Paraguay Argentina Chile halka Portuguese-kuna qaatay qaybta bari oo maanta Brazil وحانا كجيرا دولكان يوروبيان كونتين ايمانين كور حضارة دا كلا دوان شعوبي اقوام كلا دوان وحانا اوغو حانسان حضارة دي انك ايو ازدك انت بدن دادكي اصال كاها ويد اماذين ارهما لحريرو قما توصا ايو
cudurro Yurubiyaanku keeneen sida juudaanka iyo cudurro kale. Waxaa la sheegaa in 85% dadkii asalka ah halkaas deganaa ay dabar go'een. Waxaa jirta jumlad ah, waxaa soo haraya inta ku haboon in ay soo harto. Albaqaa'u lil aslah. Taariikhda xadaaradaha dabar go'ay inta badan waxaa daanka ku dhuftay dharbaaxada isbeddelka zamanka. Cidda aanan diyaar ku ahayn la jaanqaadka wax cusub way haraysaa wayna dabar go'aysaa. Xilliyada qaar waxaa walwal laga muujiyaa in shucuubta dambaysa maanta ay dabar go'i doonaan cudurrada, faqriga, daciifnimada sidii ku dhacday ummadihii ka horreeyey. Geerida Ilaahay ayaa hayo, laakiin canuga Holandeeska uma dhinto nafaqo xumo sida carruurteenna. Carruurta dalka Sweden kuma dhacdo malaria iyo jadeeco sida kuweenna oo kale. TB iyo qaaxo kuma dhacdo waayeelada galbeedka sida kuweenna, sida dadkeenna. Sabab: ku laabo jumladii aan soo sheegnay, albaqaa'u lil aslah, waxaa soo haraya inta ku haboon. Ummadaha warshadaha soo saarto daawada leh, baaritaanada kala duwani caafimaad sameeyo, ayaa ku haboon in ay noolaadaan. Haddii ummaddeenna Soomaaliyeed gaar ahaan ay ku sii socoto waddada hadda ay ku socoto iscunka, colaadda iyo nacaybka, waxaa sugaysa maalin ay dabargi'i doonaan sida ay u dabar go'een aqwaamtii Latin America. Laakiin fursaddu weli way taagan tahay inaan isbeddel samayno. Haddaba dhulkan goormuu bini'aadamku gaaray? Maadaama uu yahay dhulka fog, caalamka qadiimka ee Afrika, Aasiya iyo Yurub biyana ka xigaan dhinac walba, waxaa la leeyahay muddo laga joogo 10,000 sano ayaa halkaas bini'aadamku gaaray. Kadib koox dad oo ka gudbay gacanbiyoodka Bering oo ahaa xilligaas dhul engegan, waana inta u dhaxaysa Ruushka iyo Maraykanka Alaska. Laakiin iskamayn dhitiri karno baaritaanada diidan arrinkan oo leh ka hor ayuu bini'aadamku gaaray halkaas. Latin America waxaa ku yaallo kaymaha Amazon oo ah kaymaha ugu ballaaran uguna baaxadda weyn caalamka. Waa malaayiin kiloomitir oo aanan gudaheeda la ogayn waxa ku jiro. Waxaa dhaco 7 dowladood kaymaha Amazon oo kala Brazil, Bolivia, Peru iyo Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana iyo Surinam. Waxaa lagu magacaabaa sambabka dhulka waa bad gaaraya ku dhawaad 6 milyan oo kiloomitir oo skweera. Waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan ay bartamaha fog ee kaymahan ku nool yihiin qabaayil aanan weli casriga aan noolnahay waxba ka ogeyn, lana xiriirin dadka. Kaymaha Amazon waa caalam cajiiba. Gudaheeda waxaa mara webiyo aad u badan, waxaa ku nool xayawaanaad iyo bahallo aad halis u ah. Waxaa jira qisooyin geeri dad badan oo ku fakaday kaymaha Amazon halkaasna ku halaagsamay. Waxaana ku nool gudaha mugdiga ee fog Amazon masas aad u sun badan, carcarooyin waaweyn, fiidmeer dhiiga dhuuqdo iyo bahallo kala duwan. Mawduuceena maanta intan ayuu ku eegyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.